في خالد سنة تزين الأبيات والأفكار أبو السيرة العطرة وأبو الوقفة الحية لي يا قلت يا خالد تصير الكبار صغار عزومة على صكات بقعة حديدية بدا الشاعر اللي كل ما زاد والشعر تسلطان على مطلع قصيدة حماسية وعن الموقف المشهور ما دور الأعذار وغنى على المنكوس ما هي جيلية يسوق الهجوس بفكرة التاسل بالانظار فريدات معاني والتراكيب حصري ولا هي تساق إلا على النادر البيطار خوي الشدايد فالأمور المصيرية في خالد سنة تزين الأبيات والأفكار وبسيرة العطرة وبالوقفة الحي ليا قلت يا خالد تصير الكبار صغار عزوم على صكات بقعة حديدية ليا قلت يا خالد تصير الكبار صغار عزوم على صكات بقعة حديدية حزام الرفيق اللي ينتخب وعون الجار كبير ما ينطح غير روس كبارية ولد من خذل امداح والمد أبو فيصل بفعل وكفن راوية سلايل هل الفعل سنة صفوة الأحرار رجال انتقص الحق في حد شبرية اهدي يا حين في سوق ونعم ترخص الأعمار لجات المواقف والفعل الحقيقية اهدي يا حين في روس المعادي تشب النار واقف هل الشرفة مواقف حمران النواظ رضح الأفطار تعشق الأوالي الكل ما ثارت الهيئة من طير حمران النواظ رضح الأفطار تعشق الأوالي الكل ما ثارت الهيئة بدا الشاعر اللي كل ما زاد والشعر تسلطان على مطلع قصيدة حماسية وعن الموقف المشهور ما دور الأعذار وغنى على المنكوس ما هي كبيرين ما ينطح غير روس كبارية ولد من خذل امداح والمد باستمرار أبو فيصل بفعل وكفن راوية سلايل هل الفعل سنة صفوة الأحرار رجال انتقص الحق في حد شبرية اهدي يا حين في سوق ونعم ترخص الأعمار لجات المواقف والفعل حين في روس المعادي تشب النار واقف هل الشرفة مواقف بطولية طير حمران النواظ رضح الأفطار تعشق الأوالي الكل ما ثارت الهيئة